السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعتكم مباركة إن شاء الله. مبادرة لحل أزمة الحجاج والعالقين في السعودية، وإلى التفاصيل. أعلنت سلطة صنعاء مبادرة من أجل إنهاء أزمة الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية بعد منع سلطاتها إقلاع الرحلات باتجاه مطار صنعاء وحولت اتجاهها إلى عدن. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوتي في تدوينة له على إكس: طائرات اليمنية بالإمكان أن تعاود الرحلات إذا تم الضمان بعودة حجاج صنعاء إلى صنعاء، مضيفا: نقول لهم اتركوها للشعب، لكل الشعب تقدم خدماتها بدون لعب وعرقلة. وكانت وزارة الأرشاد وشؤون الحج والعمرة في صنعاء أعلنت احتجاز السعودية 1124 من الحجاج اليمنيين والذين كانوا من المقرر أن يعودوا إلى مطار صنعاء، مؤكدة أن الاتفاق مع وزارة الحج السعودية يقضي بإعادة الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء الدولي إلى نفس المطار. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.